بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم المرسلين. وبعد، أبناء الطلاب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع درس من دروس اللغة العربية للصف 11 بالمرحلة الثانوية. عنوان الدرس غربة وحنين للشاعر محمود سامي البارودي. نفي البارودي إلى سرنديب، حيث قضى 17 عاما عانى فيها مرارة الغربة وأبدع فيها أروع أشعاره. وهذا النص واحد من أشعاره في المنفى التي جاءت تعبيرا عن تجربة ذاتية نابضة بالصدق الشعوري وحرارة العاطفة. نبدأ الآن بقراءة الأبيات لمحمود سامي البارودي التي يقول فيها: هل من طبيب لداء الحب أوراقي يشفي عليلا أخا حزن وإيراقي، قد كان أبقى الهوى من مهجتي رمقا حتى جرى البين فاستولى على الباقي، حزن براني وأشواق رعت كبدي، يا ويح نفسي من حزن وأشواقي، أكلف النفس صبرا وهي جازعة والصبر في الحب أعيا كل مشتاق. لا في سرنديب لي خل ألوذ به ولا أنيس سوى همي وإطراقي، أبيت أرعى نجوم الليل مرتفقا في قنة عز مرقاها على الراقي، يا روضة النيل لا مستك بائقة ولا عدتك سماء ذات إغداق، ولا برحت من الأوراق في حلل من سندس عبقري الوشي براق، يا حبذا نسم من جوها عبق يسري على جدول بالماء دفاق، بل حبذا روحة تدعو الهديل بها عند الصباح قماري بأطواقي، مرعى جيادي ومأوى جيرتي وحمى قومي ومنبت آدابي وأعراقي، أصبو إليها على بعد ويعجبني أني أعيش بها في ثوب إملاقي، وكيف أنسى ديارا قد تركت بها أهلا كراما لهم ودي وإشفاقي، إذا تذكرت أياما بهم سلفت تحدرت بغروب الدمع آماقي، فيا بريد الصبا بلغ ذوي رحمي أني مقيم على عهدي وميثاقي. هذه الأبيات التي قرأناها الآن تتحدث عن غربة الشاعر وحنينه. باب إلى اللوحة التالية، والمراد من خلالها أن نبين سبب معاناة الشاعر ومظاهر تلك المعاناة. نذكر سبب معاناة الشاعر: نفيه عن وطنه وبعده عن أهله وأحبابه. مظاهر تلك المعاناة: الحزن والشوق والقلق والجزع والأرق طوال فترة نفيه عن بلده. اكتب مترادف الكلمات التالية: الكلمة مهجتي. أيها الأحباب، من يستطيع أن يأتي بمترادف هذه الكلمة؟ أحسنت. روحي، البين، الفراق، جازعة متألمة لم تصبر على ما أصابها، إملاق، فقر، تحدرت أي سالت. ننتقل إلى لوحة أخرى
الكلمة الراقي. ما المراد بالراقي أيها الأحباب؟ الذي يصنع الرقية. عبق، ما معنى كلمة عبق؟ رائحة جميلة أو رائحة طيبة. براني، هزلني وأضعفني. إغداق، كثر مطرها. الوشي، الزينة والنقش. أصبو، أتطلع وأتشوق. وننتقل إلى هدف جديد والإجابة على هذا السؤال. استدل على ارتباط الشاعر بوطنه موضحا أسباب ذلك. نجد أن الشاعر أيها الأبناء الكرام قد ارتبط بوطنه ارتباطا وثيقا، وقد أدى ذلك إلى مرضه مرضا شديدا بسبب بعده عن وطنه. يظهر ذلك من خلال حزن الشاعر عندما أجبر على ترك وطنه، والدليل من الأبيات: هل من طبيب لداء الحب أوراقي. يظهر أيضا من خلال استمرار حبه لوطنه والدعاء له رغم بعده عنه: يا روضة النيل لا مستك بائقة. الأسباب التي أدت إلى ارتباط الشاعر بوطنه: لأنه محل ميلاده وموطن ذكرياته، وفيه تعلم العلم والأدب، وهو موطن الآباء والأجداد. ننتقل إلى سؤال آخر: وضح مظاهر الجمال التي يتذكرها الشاعر في وطنه مستدلا. تذكر الشاعر مظاهر جمال وطنه ووصفها في الأبيات، إذ قال عن جمال وطنه: فالأشجار فيه سندسية خضراء، ونسيمه عبق، والطيور تصدح على الأدواح بأعذب الألحان، قائلا في أبياته: يا روضة النيل لا مستك بائقة، ولا عدتك سماء ذات إغداق. يا حبذا نسم من جوها عبق، يسري على جدول بالماء دفاق. اكتب مفرد الكلمات التالية: الكلمة أعراق. من يعرف أيها الأبناء مفرد كلمة أعراق؟ أحسنت، عرق. الإجابة صحيحة. حلل. ما مفرد كلمة حلل؟ حلة، وهي الثياب. علل انتقال الشاعر من وصف حاله إلى الدعاء لوطنه دون تمهيد، ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل على ذلك أنه شديد الحب لوطنه ومتعلق به ومشتاق إليه ويحن إليه كثيرا. إذن للتأكيد على حبه الشديد لوطنه وتعلقه به وشوقه إليه، اضبط بنية كلمة الصبا بحسب سياقها في الجمل الآتية. نستطيع أيها الأبناء نتعرف على المعنى أولا، ثم نقوم بضبط كلمة الصبا أو الصبا من خلال هذه الجمل التالية. الصبا هي ريح مهبها من مشرق الشمس. أما الصبا الصغر والحداثة أو الشوق، فنقول مثلا: ينسى الإنسان ذكرياتي. ماذا نقول؟ هل نقول الصبا أم نقول الصبا؟ نسيم الصبا أم الصبا
ينعش الروح والجسد. ماذا نقول، الصبا أم الصبا؟ في المثال الأول ينسى الإنسان ذكريات ماذا؟ الصبا اللي هي الصغر. نسيم الصبا وهي الريح الطيبة التي تأتي من مشرق الشمس. اكتب جمع الكلمات التالية: خل جمعها أخلال، روضة جمعها رياض، بائقة جمعها بوائق. الإجابة مرة أخرى: خل أخلال، روضة رياض، بائقة بوائق. استدل على حاجة الإنسان إلى العلاقات الاجتماعية السوية من خلال الأبيات التي ذكرها الشاعر: لا يستطيع الإنسان أن يعيش منعزلا منفردا عن العالم، فحاجة الإنسان للعلاقات الاجتماعية ضرورية في الحياة، والدليل على ذلك ارتباط الشاعر بوطنه وأهله وذكرياته وعدم نسيانه لهم رغم نفيه وبعده عنهم. الأبيات التي تدل على ذلك: يا روضة النيل لا مستك بائقة ولا عدتك سماء ذات إغداق. وضح قدرة الشاعر على توظيف الطبيعة للتعبير عن عاطفته، فنجد أن الشاعر استعمل الطبيعة للتأكيد على النفسية التي كان يعيش بها وهو منفي بعيد عن بلده. استطاع الشاعر أن يستخدم الطبيعة مادة للتعبير عن عاطفته، فعبر عن الشعور بالعزلة والوحدة واليأس والأرق والإحباط بقوله: أبيت أرعى نجوم الليل مرتفقا، أي أنه لا يأتي إليه النوم بالليل أبدا، فيظل ساهرا متذكرا ما في وطنه من جمال. وعبر عن حبه واشتياقه الشديد لوطنه من خلال إظهار ملامح الجمال بقوله: يا روضة النيل لا مستك بائقة ولا عدتك سماء ذات إغداق. يا حبذا نسم من جوها عبق يسري على جدول بالماء دفاق. ننتقل إلى سؤال آخر: استخدم كلمة طرق في سياقين مختلفين في جملتين من إنشائك. طرق الباب أي قرعه وضرب عليه. طرق النجم أي طلع ليلا. طرق الصوف أي نفشه. طرق المسافر أهله أتاهم ليلا. إذن طرق الباب أي قرعه، طرق الصوف أي نفشه، طرق النجم طلع ليلا، طرق المسافر أهله أتاهم ليلا. استخلص جوانب القدوة في شخصية الشاعر مستدلا على ذلك. الشاعر في الأبيات: أيها الأبناء، رفض الظلم والتصدي للفساد السياسي والاقتصادي، الصبر على الآلام والمصائب، أكلف النفس صبرا وهي جازعة، والصبر في الحب أعيا كل مشتاقي. الوفاء وتذكر الوطن والأهل حتى في أوقات المحن والشدائد. وكيف أنسى ديارا قد تركت بها أهلا كراما لهم ودي وإشفاقي. فيا بريد الصبا بلغ ذوي رحمي أني مقيم على عهدي وميثاقي. أكمل الجمل الآتية بتصريف مناسب من كلمة عهد. نستطيع أن نشتق أيها الأبناء الكرام
من هذه الكلمة كلمات كثيرة: العهد، المعاهدة، المعهد، المعهودة، المتعهد. من يستطيع أن يكمل هذه الجمل بتصريف مناسب من كلمة عهد؟ ما زال المسلم على عهده. أحسنت. حفظ الله ولي العهد، جزاك الله خيرا. نقط ميثاق بين اثنين. المعاهدة ميثاق بين اثنين. كلمني الرجل بلهجته، ماذا؟ بلهجته المعهودة. أحسنت. أتممت دراستي بماذا؟ بالمعهد الديني. المهندس هو المتعهد بإنجاز المشروع. نكون بذلك أيها الأبناء الكرام قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. أشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، وألتقي بكم على خير بإذن الله في حصة قادمة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.